أوروغواي حكم هذه المباراة يحتسب خطأ لمصاعتي لوسيز، خطأ لجيوفاني، إعادة لفرصة لمصاعتي منتخب فنزويلا، وبعد ذلك ضاعت الكرة. أخطر محاولة، التسديدة الوحيدة والكرة الوحيدة بين الخشبات الثلاث. حتى منتخب الأرجنتين لم يشكل لمصاعتي منتخب الأرجنتين طبعا على مستوى الطقس وعلى مستوى الأرضية المبللة. المحاولة من الكرة الثابتة، الانتظار دائما لأوتاميندي. في ألعاب الهواء بارع في استغلال الكرات الثابتة ليحط كرة حلوة، الدفاع وبعد ذلك وصلت للرقم 19 نيكولاس أوتاميندي يسجل لمصاعتي المنتخب الأرجنتيني. للسلسال وين أوتاميندي؟ كان في المكان الصح واستغل الفرصة بعد التمريرة والكرة العرضية الساحرة دائما من ليو اللي يساهم في كل لقطة لمصاعتي المنتخب الأرجنتيني. الدفاع ضاعت من الكرة بين الحارس والدفاع ووجدت نيكولاس أوتاميندي.